اسمح لي أنا أدير هذا الحوار لأن هذه نعم ومواهب روحية مقدسة. ف يعني هل هي ملتصقة كتابية؟ هل هي ملتصقة عقائدية؟ هل تدعم ما هو موجود وما ندرسه وما نعلمه جميعا من الحق الكتابي المعلوم؟ وهل تتبع هذه العقيدة؟ أما أي رؤى أخرى هذه رؤى شيطانية خبيثة، ومهما كان فيها من الخيال هذا لا يهم، هذا لا يهم مهما كان فيها من الخيال. يعني الرؤى العظيمة تكون فوق العلم وفوق الخيال، ما فوق العلم وما فوق الخيال بالضبط كده. اسمها معجزة ليه؟ عشان هي ما فوق العلم وما فوق الخيال، وبالتالي تجد كل زمايلنا صيادلة ومهندسين وأطباء. نحن نعيش عصر ديني مزدهر وخرافي متسق مع كتابيا ومتسق عقائديا. واي حقيقه علميه غير متسقه ما فيهاش خيال، اهو حقيقه علميه موضوعيه لكن غير متسقه مع الحق الكتابي المعلوم او الحق العقائدي المعلوم لدينا نحن نقوله، فهذه شيطانيه خبيثه تضل وهرطق. يعني انا بقى ما اقدرش اقول حتى مصطلح ممكن مظلمه خارجيه، لان بصيت في وانا واقف معاه عملت كده لقيت ناس زي بحر اسود. ما انا لما بحكي ما بحكيش كل حاجه لان اخاف اقول حاجات غير مقبوله، فانا يا دوبك بعدين هقول كل حاجه. انا بقول حاجات تقبل اللي انت بتفتخر بيهم كنيسه الانبا كراس، عملوا ايه؟ بيقول الكتاب انظروا لنهايه سيرتهم. طب انت نظرت وكله هيروح الجحيم، صرنا اقذار العالم وبس. بابا في مكان عتنا كحل غيلان طولهم 2-3 متر وبيقربوا مني، خافوا وبيقربوا بيحوطوا عليا علشان ادخل الفرن. انا كنت لابس جزمة، شفت من ناحية تانية السيد المسيح كان واقف ومعاه الملاك ميخائيل وإيليا النبي والسيد المسيح والعذراء وشخصية ثالثة بعد كده ولا رابعة مش قادر افتكر. انا فاكر البركان، فايد ربنا نزلت من السماء كانت ضخمه مسكتني، وكل شويه اتزحلق وكل شويه بمسك في صباع من صوابع اتزحلق، كنت هقعد في البرج. وفاكر الرؤى دي لدرجه كاني بعيشها وانا بقولها، مش فاكرها يعني فيلم فيديو قدامي، لا انا بعيشها لاني عشتها لاني كنت جواها. لقيت نفس المنظر جنه عدن تاني زي لما اترميت بعد بقول لك انا عايشها من كتر شكل. هل في 25 سنه يا ابويا تقريبا؟ نعم. على الاقل من 20 سنه. فاكر كويس جدا جدا، يعني لو جه انا لا اعرف غير العلم، انا لا اعرف غير العلم يا يارا، لا اعرف غير العلم يا سيدي، انا لا اعرف الا العلم والعلم فقط. يدوق عقليه علميه عشان خاطر نعيش حياتنا ويعني نتواكب مع العالم المتقدم، مش الناس اللي بتروح بره تطلع ترجع لنا هنا بافكار زي هذه. لا بس كده.